مزيد ينضم لنا الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية. أرحب بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومشاهدينا الكرام، ويا رب إن شاء الله أيام سعيدة على بيت مصر العربية وعلى السادة المواطنين. اللهم أمين. أرحب بك دكتور محمد. هيئة الدواء تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك فاكسيرا، أول لقاح منتج محليا. إلى أي مدى تساهم هذه الخطوة في مجابهة مصر لفيروس كورونا؟ والله يا فندم هو يوم يستحق المباركة، يعني إن فعلا مصر تشتغل على هذا الملف العظيم من شهر نهاية شهر أغسطس العام الماضي. أول العالم كله مكان بيقول ألف به في القاحات، ونجهز نفسنا ونجهز الانفراستراكشر بتاعة مصانع شركة فاكسيرا، وإن نوصل دلوقتي إن إحنا في مصاف الدول المنتجة للقاحات كورونا. أعتقد أن هذا شيء عظيم يمكن يؤمن حصة كبيرة لتأمين السادة المواطنين، وكمان هيسمح لنا بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة من دول الجوار يا فندم، كعهد مصر دائما وأيديها البيضاء على الدنيا. هل هناك أعداد محددة ترغب وزارة الصحة الوصول إليها من إنتاج هكذا لقاحات؟ ويا فندم زي حضرتك ما تفضلت وقلت، هو الوقاية خير من العلاج. احنا الوتيرة دلوقتي حضرتك مصانع شركة فاكسيرا، ان احنا بننتج ما بين 15 مليون و 18 ونص مليون جرعة شهريا، فالحمد لله هذا العدد يؤمن تطعيم المجتمع المصري، وكمان هيسمح ان احنا بعد كده ان احنا نساعد بعض الدول اللي ممكن يعني يمكن مساعدتها على ضوء زيادة الاعداد في دول الجوار. دكتور، هل زي تحدثت خلال المؤتمر الصحفي عن ارتفاع وتيرة الإصابات في الأيام الماضية، وتوقعت أيضا أن تكون الزيادة بنسب في الفترات المقبلة، وتحدثت عن عدم السماح للمدرسين بدخول العام الدراسي الجديد. ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة، وهل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة التربية والتعليم وأيضا المعاهد الأزهرية؟ طبعا يا فندم، هو زي حضرتك ما تفضلت معالي وزيره الصحه والسكان الاستاذه الدكتوره هاله زايد، يمكن عرضت الموقف الوبائي وان في بعض الزيادات الطفيفه اللي بنشهدها من الاسبوع الماضي هي زيادات مش كبيره لكنها زياده منتظمه في صعود في دائره الاصابات. طبعا يا فندم الحل يعني الامثل في مثل هذه الظروف ان اللقاحات نعمه من ربنا ومنحه للبشريه، ان ما يبقى في مرض معدي في لقاح يمكن من الوقايه منه، او ان هو يخفف الاعراض والمضاعفات بتاعته. طبعا احنا بدانا بشرايح كبيره من المجتمع، بدانا بالفريق الطبي وكبار السن واصحاب الامراض المزمنه، وسعنا دائره التطعيم للفئات المستهدفه بما تشمل الانشطه الحياتيه والمجتمعيه اللي تمثل المجتمع المصري زي فئات السياحه وقناه السويس والبنوك. دلوقتي طبعا يا فندم المصالح الحكومية ودواوين الوزارات الناس بتتطعم وفي إقبال كبير من السادة المواطنين. الحاجة المهمة اللي مصر دلوقتي هي فعلا بتحاول ان احنا ولازم ان شاء الله نوصل لها عام دراسي آمن جديد، سواء عام دراسي في التعليم ما قبل الجامعي او التعليم الجامعي. عشان كده في تنسيق كامل ما بين وزارة الصحة ووزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، كل القائمين على العملية التعليمية إن شاء الله مستهدفين بالتطعيم، ويمكن إحنا كمان في تنسيق لتسجيل القائمين على العملية التعليمية في التابعين لوزارة التربية والتعليم والمدارس الأزهرية قبل 31/8 إن شاء الله من خلال الأيقونة اللي موجودة في الموقع الإلكتروني بتاع وزارة الصحة، بحيث تكتمل عملية التطعيم قبل نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله ضمانا لعام دراسي ناجح. وبالمثل برضو التنسيق مع وزارة التعليم العالي في تنسيق كامل لإمداد وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية والجامعات الخاصة كمان باللقاحات وكل اللوجيستكس اللازمة لتسريع عملية التطعيم للقائمين على العملية التعليمية. نعم. وعلى الطلاب الجامعيين كمان. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، كنت معي هاتفيا من القاهرة.